اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه تحفه، واو طياره هليكوبتر لاطفاء النار. الله ايه اللعبه الحلوه دي؟ بصوا يا اصحابي، اللعبه دي مكتوب عليها سام، ده اللي هو الراجل بتاع اطفاء الحريق، واللعبه دي صالحه للاطفال فوق السن 3 سنين. ومش بس كده، طياره الهليكوبتر كمان دي بتطير وبتعمل فاير الارم وبتعمل ايه كمان صوت، وايه كمان بصوا بقى ايه، الله بتروح تنقذ الناس في الايه، في لو حصلهم اي حصل اي حريقه في الغابه او كده، بتخش الطياره دي الهليكوبتر الفظيعه دي بتنقذ الناس اللي جوه. وفيها كمان ايه، الاجنحه دي اللي فوق بتلف المراوح بتاعتها وبتدي انذار اللي هو لون الازرق زي ما انتم شايفين هنا. هنفتحها بقى دلوقتي مع بعض ونجربها ونركبها مع بعض ونتفرج عليها من جوه. بصوا يا صحابي، دي شكل اللعبه من سام. اللعبة دي شكلها مميز جدا. هنجيب بقى مقص عشان نقص بيه اللعبة ونفتحها ونشوفها من جوه عبارة عن ايه. بصوا يا صحابي، هنطلع دلوقتي الطيارة اهي، وراجل بتاع اطفاء المطافي ده بتاع المطافي يعني بتاع الحريقة، والزاز بتاعها بيتفتح وبيتقفل، ومن راجل بقى جاهز لابس اللبس كله عشان بس يا دوبك ايه يطيروا في الهوا. واو بصوا، اللعبة دي مجهزة بكل حاجة عشان لو حصل حريقة في الغابة يخش على طول الراجل وينقذ ايه الناس اللي هتموت هناك. اول حاجة معايا بصوا، دي الاجنحة بتاعت الطيارة. هفك بس كل لعبة من الاسلاك بتاعتها عشان هي كلها متربطة زي ما انتوا شايفين، هنفكها عشان تكون ايه جاهزة. اوكي هنشيل بقى الكفر اهو. بصوا كل الايه اللعب بتنزل، وبكده اكون فكيت كل اللعبة بتاعتي. طيب تعالوا بقى نشوف واحدة واحدة اللعبة دي عبارة عن ايه ونركبها ازاي. اول حاجة عندي يا صحابي دي ورقة بتاعت المانيول اللي فيها طريقة التركيب والخطوات وكده. وتاني حاجة عندي دي بقى الطيارة بتاعتي. وبصوا بقى، ده الحبل اللي بتشيل فيه اي راجل، ودي ممكن تكون زي الشنطه اللي احنا يعني ايه بتشيلها الطياره، فبتحط بتنقذ عليها اي حد مثلا في الميه او اي حاجه عايزه ان هي تشيلها. وده برضو ممكن هي تستخدمه ان هي يعني تشيل بيه سواء ده او ده، او تستخدم الحبل بس. ومعها ايه كمان، 2 هوكي توكي. بصوا ده الحبل اللي ممكن يعني تنقذ بيه اي راجل مثلا لو في الميه او كده، وده الـ2 هوكي توكي اللي بتستخدمهم عشان تبعت بقى للايه للمصدر الام بتاعها الطياره فين ومكانها فين وتبلغ عن كل حاجه. وده الايه ده الاكس. وبصوا ده الراجل بقى بتاعه بيحرك دراعاته وبيحرك رجله كمان زي ما انتوا شايفينه، بيحرك راسه وبيلبس البونيتة بتاعته عشان يقدر ان هو يسوق الطيارة ويكون جاهز من كله. واو ودي بقى الطيارة بتاعتي. هنقص بس الاسلاك بتاعتها اللي فوق وهي جاهزة، كل المراوح بتاعتها جاهزة، هي بس كلهم واقفين في حتة واحدة. مش بس كده، ده كمان ايه الغطا الازاز بتاعها ده كمان بيتفك. بصوا واو، فكيته عشان الراجل بتاع المطافي يقعد هنا بقى ايه ويعرف ان هو يسوق، يحرك التريكشون لقدام ولتحت عشان يقدر ان هو يتحكم في الطيارة ينزلها ويطلعها. واو ايه اللعبة الرهيبة قوي دي. وكده الراجل كمان يقدر ان هو يسوق الطيارة وينقذ اي حريقة في الغابة. بصوا الاجنحة بقى بتلف في الهواء زي ما انتوا شايفين. طيب انا كده بقى فاضل لي ايه، بصوا بتلف كده يعني لففها بقى كده، لما نيجي نشغلها بقى هتلاقي الاجنحه بتلف بسرعه جدا، ولازم نركب فيها البطاريات، وده الزرار اللي بيشغلها. بصوا البطاريات مكانها تحت هنا اهي، وده هنا بيطلع الصوت وبيطلع لي كمان بقى فوق الايه اللمبه دي بتنور. اوكي وده الحته الصفرة اللي تحت. بصوا الطياره دي كمان فيها الاستاندين الصفر دول عشان تقدر ان هي تقف فوق الميه. والمكان ده بصوا بيقدر ان احنا ننزل منه حبل، فنشيل بقى ايه يا اما الشنطه للشكل ده يا اما الشكل التاني. بصوا الله ايه اللعبه الفظيعه دي، بتطير بقى في الهواء وتشيل اي حد تقدر ان هي تشيله معاها. واو 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 ايه الشنطه الرهيبه قوي دي.
بصوا هنرجع الحبل تاني لفوق. الله دي ايه لعبة فظيعة، بتقدر الطيارة السحرية دي فعلا بتعمل حاجات كتير اوي جبارة. واو بصوا ركبنا بقى الراجل وقفلنا عليه الباب. بصوا حطينا الاتنين هوكي توكي وبكده الطيارة بتاعتي هتكون جاهزة، فاضلنا بس ان احنا نشغلها. مستعدين يا صحابي؟ واو بصوا لما اشتغلت بقى، الله شكلها حلو جدا. بصوا المروحة بتاعتها بتلف بسرعة ازاي، بتطير بقى في لف وتروح بقى تنقذ اي حريقة. واو وتنقذ بقى ايه اي حد بيموت او متعور في المياه، تنقذه في الغابات او في الصحراء. بصوا هفكهالكوا تاني وتشوفوها. واو 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 الراجل بقى سايق بيها، الله اللعبة الحلوة اوي 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 دي. بصوا الطيارة طايرة ازاي، الله انا معجبة جدا باللعبة دي، معجبة اوي بالطيارة الرهيبة دي اللي بتقدر ان هي تشيل اي حاجة وتطير على مسافات عالية جدا وبتنقذ الناس بطريقة غريبة. اتمنى يا صحابي يكون اللعبة دي عجبتكم، بليز اكتبولي في الكومنتات رأيكم في الطيارة الرهيبة دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وركبتوا بقى قوليلي انت عايزين تركبوا فيها اني حاجة، واستخدموا بقى الهوكي توكي وكده، وقولولي ايه رأيكم في اللعبة الفظيعة دي. هستنى الكومنتات بتاعتكم. بليز يا صحابي متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هتوحشوني اوي يا صحابي، باي باي.